الان احنا في عندنا الطواف، وهذه خطيرة جدا. لما نيجي نطوف بكلك انت بتطوف عكس سلع، يعني هذه اسمد كلمة سمعت في الدين. قال انا بطوف عكس، انت تعرف شو بتسمع لواحد لما واحد يحج وهو حاسس حاله عكس، انا بحج عكس، فبضل حاسس حالي مشقلب، حجيت وانا استنى وشو القياس؟ ساعة بيج بن يعني؟ مش فاهم ايش قصدك بالساعة؟ هي امتى عمر الساعة؟ 200 يا سيد الشيخ. البيت يوم خلق الله السماوات والارض، لاحظ هلا صارت الساعة؟ لاحظ الا الاصل نصير نقول الساعة اللي احدثها الناس تتحرك عكس طواف البيت، فهي العوج. ولما يصير للمسلمين دولة الاصل ان تعدل الساعة وتشيه الطوف كالبيت. طيب